أنا خالد سعد، تمويلي مايكرو فاينانس، تريجري مانجر. أنا سعيد جداً أن أنا موجود للسنة الثانية على التوالي في فيوتشر أوف فاينانس، وطبعاً بالنسبة للتنظيم طبعاً very well organized as usual. يعني البانلز اللي كانت فعلا مؤثره جدا، او انا يعني يعتبر حاضر عشان البانلز دي بالذات، هو الجزء الخاص بالديجيتال ترانسفورميشن طبعا، وقد ايه احنا في الماركت هنبقى محتاجين الابديتس اللي موجوده على الجزئيه دي بشكل مستمر، بلس البانل الخاص بالكاش مانجمنت نيدز والجاب ما بين النيدز دي والبانكينج سيكتور. بالنسبه للاكسبكتيشنز، تمام، الدنيا يعني افضل من الواحد متخيل، وقابل ناس كتير بقاله كتير ما قابلهمش في الماركت وفي البانكينج سيكتور. ممكن يعني دي فرصه هايله بالنسبه لعدد الناس اللي موجوده من التو سايدز، البانكينج سيكتور والنون بانكينج فاينانشال انستتيوشنز او باقي قطاعات الشركات الموجوده في السوق المصري. فطبعا بيضيف كتير لحته الريليشن شيب بين التو سايدز.